في بقى براندات تانية عالية بتحط أساليب بنقول عليها كلاسيك في الألوان، بنيات، ممكن بنفسجيات، مش عارف إيه، ممكن ذهبي أبيض. الأبيض والذهبي ده حاجة تانية؟ الحاجات دي برضو كلاسيك شوية، تخلي الشخص ممكن إن هو إيه يخش مثلا محل مع البنيات مع البنفسجيات تخليه عاوز يقعد. فدول بيبقى أسعارهم مختلفة شوية عن الحاجات اللي هي التيك أواي، لأن أنا عارف إن أنت هتقعد هتطلب وجبة واحدة وعاوز تقعد تتكلم بقى في إيه، في مشاريع، في شغل، في حاجة، فأنت هتقعد معايا كتير، فأنا هرفع السعر على الشخص. أوكي. عشان هي وجبة. لكن التانية، الحاجات التانية اللي هي التيك أواي السريعة، تبقى أسعارها مناسبة للناس كلها عشان كله يخش ويطلع، خش ويطلع، خش ويطلع، يلا رجل برا خش اطلع. هو اساليب اتخاذ شاطرين جدا. بس ايه بوكس حتى باللون الاحمر عشان اتراكت عين المشاهد يقعد يتفرج علينا.